لأني بكرر تاني والرسالة تصل أنها بها صواريخ ضد الكتل الخرسانية والأسطح شديدة الصلابة تستطيع أن تتعامل مع كل الأهداف. ده الرسالة. لما العدو بتاعك بيعرف أن أنت عندك ردع وعندك جدية في استخدام القوة بتاعتك، بس ممكن يكون عندك قوة بس ما فيش إرادة. احنا في معادلة كده بتقول أن القدرة بتساوي القوة في الإرادة. الإرادة دي مهمة جدا. لو الإرادة صفر يبقى لو كنت قوية عسكريا قوية اقتصاديا ما تقدريش تحققي يعني أي مهام. يعني الرسالة ممكن ما توصلش سيادة اللواء لمجرد أن أنا عندي عدد طائرات كذا، لأن أنا عملت الصفقة وبمتلك مش عارفة 50 أو 54 طائرة. هي مش دي، دي لازم يبقى جنبها الرسالة. الرسالة الإرادة والقدرة على استخدام مثل تلك القوة. وإحنا عندنا العنصر البشري اللي القوات المسلحة بتضع المقاتل المصري والطيار المصري في بؤرة وفي رأس منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. فبنلاقي طيارين يعني على درجة عالية من الكفاءة، وإحنا شفنا في فبراير 2015 كيف ذهبوا إلى معسكر الإرهابيين بدرنا. صحيح. وفي نفس التوقيت في 2017 أيضا كان هناك ضربة أخرى عندما يعني الأمن القومي بيتعرض أو مواطن مصري واحد بيتعرض، فمصر بتجيب له حقه في الحال طبعا. وفي التو